يعني ما خدتش بركتكم وبركة أستاذ أبونا ميخائيل. بنعتذر على العدد، احنا عندنا النهارده ده أنا بعتذر على التأخير. رحله في المصعيد النهارده، لا خالص. ركبتين ولسه ما رجعوش. العدد لو حتى واحد وهيستفيد طيب ناخد بركته، طيب مش فارقة عدد خالص يعني. كل سنة وحضراتكم طيبين. هو أنا كان المفروض المحاضرة دي تكون الشهر اللي فات صح؟ كان ده يوم مناقشة الماستر بتاعي، فكان صعب يعني. أعتقد حد فيكم شاف لي على النت صح؟ هتلاقوني كنا نازلين مناقشة على النت حتى يعني. هتكلم معاكم النهاردة في موضوع مهم خالص، وموضوع بيهمنا إحنا كشباب وشابات، وهو الشك والتشكيك في العقيدة أو في الإيمان المسيحي. أول حاجة في محاضرة النهاردة، أول حد هيشككك في ده هو مخك، عقلك. فأول حد النهاردة أنا هستهدفه هو أنت، هو أنتي. الحد التاني هو الآخر، أيا كان هو مين الآخر ده. كل واحد في حياتنا فيه آخر. آخر ده قد يكون مخدوم بتاعه في الخدمة، زميله في الشغل، زميلته في الكلية. أنتوا كلهم كده خريجين صح؟ ولا في خريجين وجامعة؟ أنتوا خريجين بس صح كده؟ راحت عليكم يعني. أوكي. فهنا كلكم إيه؟ الشباب اللي هو يعني احتك بمجال العمل وبمجال الخدمة وشاف الحياة العملية بصورة أوضح. عشان كده عايز أقول على نقطة مهمة جدا قبل ما أرسم الصليب. خد محاضرة النهاردة فيما يخص أنت أولا ثم الآخر ثانيا. يعني تقعد تقول إيه؟ بس أنا ما بتعرضش للحاجات دي، اللي مش عايز يفهم عنه ما فهم. لا استنى بس، أنا عايز أمشي معاك في الترتيب بتاع فهم الأمور عشان تقدر تفكر ازاي ممكن نستعرض ايماننا. ابدا خلاص تمام كده. بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. اول حاجه في الحقيقه احنا عايزين نقول انه كل الناس بيتعرضوا لتشكيك او شك او قلق او اسئله او تساؤلات في كل حاجه في حياتها. ولما يجي لك الوقت انك تشك وتتشكك، ده معناه ان انت بتفكر. اوعى تفتكر ان مش معنى ان انا مسكت المايك واقف بشاركك في معلومه ان انا خدت كل الايمان از اتز زي ما هو كده ومقتنع بيه 100%. قعدت عملت ايه؟ سالت واقتنعت وقريت ودرست لغايه ما وصلت لمرحله ايه؟ بقيت مقتنع؟ لا، بقيت اكرز باللي انا مقتنع بيه. وبالتالي خلي بالك وانت بتسمعني، قد يكون اللي هيسألك بكرة مراتك او جوزك او ابنك او بنتك. مش لازم تكون خادم في مدرسة الاحد، ومش لازم تكون يعني بتخش في حوارات او في نقاشات مع حد خالص. لا ادعوك لذلك دلوقتي، لكن انا بقول لك ان احنا النهاردة هنتعلم ازاي نفكر في ايماننا. المسيحية ديانة معتمدة على الايمان العقلاني، مش الايمان اللاعقلاني اللي هو فكرة ايه؟ خدها كده زي ما هي وده اللي احنا استلمناه وخلاص. لا ما بينفعش في الحقيقة، ما ينفعش. ولا تقوم على الشعوذة اللي هي فكرة ايه؟ غمض عينك بس وامشي مش عارف على التراب الابيض هتحول لملاك. لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ولا فكرة انا هقعد اصلي ان ربنا يعمل معجزة والامتحان يتلغى عشان انا ما كنتش مذاكر. هو ده انت بتهزر صح؟ ولا احنا بنقول ان البابا كيرلس كان طول النهار بيعمل معجزات. ما قلناش كده. احنا بابا كيرلس على فكره بنقول عليه ان هو رجل الايه؟ الصلاه. ما قلناش رجل المعجزات صح؟ لان الصلاه كان بيمارسها كل يوم، لكن المعجزات لما كان ربنا بيسمح لهدف معين كانت بتحصل المعجزه. طيب مين الناس اللي احنا ممكن نقابلهم متشككين في الايمان؟ ركز لانك هتلاقي ان انت ممكن النهارده تكون سبب مشكله لبعض الناس. اول حد شخص مسيحي زيك عاوز يفهم لكن الظروف ما سمحتش ليه انه يفهم قبل كده. يعني هو ايه؟ عاوز يفهم لكن ما جالتش فرصه انه يفهم. تلاقي مثلا واحد يقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ هو احنا ليه بنصوم؟ طب بقول لك ايه؟ احنا ليه بنؤمن بشفاعة القديسين؟ ما هو مين ربنا؟ بقول لك ايه؟ هو الرهبان احسن من المتجوزين؟ فتلاقي اسئلة ايه؟ طبيعية جدا. المحك هنا انك تعرف تكون مش مقتنع بس تعرف
تتكلم عن اللي انت مقتنع بيه. احنا عندنا كارثه كبيره جدا دلوقتي اسمها ايه؟ هاي يا حبيبي اثبت لي ان انت بتعبد واحد مش ثلاثه. في ناس تقول لك انا مؤمن ان احنا بعبد واحد، انا احنا مؤمنين بان احنا عندنا اله واحد بس ما اعرفش اشرح. طيب ممكن تثبت لي ان احنا بنتناول جسد حقيقي ودم حقيقي؟ يقول لك انا مؤمن ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي بس ما اعرفش اشرح. وبالتالي ما بتجي لك فرصه انك تشهد عن اللي انت مؤمن بيه بتكون الاجابه ايه؟ صمت. اتنين، شخص معتقد انه فاهم بس عنده مفاهيم ملخبطه. وما تزعلوش مني، ده كتير من الشباب المتسرع دلوقتي. تيجي تقول له ايه؟ انا هتكلم معاك في موضوع كذا، يقول لك اه انا فاهمه فاهمه خلاص، مش انا ناسي ما سمعت عنه. تيجي تخش معاه في نقاشات صفر. هقول لكم مثال. لو قلنا النهارده هنتكلم عن لاهوت المسيح، ندوه مهمه جدا، لو سمحتم تعالوا ادعوا اخرين، هيجي لنا 20 30. النهارده هنتكلم على كيف تفسخ الخطوبه من غير ما تسيب الهدايا. الافات يا ابونا حضروا الاجتماع، صح؟ مش ده بيحصل؟ بيحصل صح. النهارده لاف، النهارده عيد الحب، وهنحكي عن اللاف ستوريز. تلاقوا الشباب كلهم جايبين لابسين احمر، والاجتماع هنا حاطط دباديب وحاجات تفرح. النهارده هنتكلم على المشاكل التي قابلت الكنيسه في مواجهه الاريوسيه. حدث ولا حرج يا ابونا، الشباب النهارده كلهم مسافرين، النهارده عندهم امتحانات. اي النهارده الناس اي حاجه حصل لهم. ايه اللي بيحصل؟ عنده مفاهيم ملخبطه، عنده مفاهيم ملخبطه بس هو مش عارف ان عنده مفاهيم ملخبطه. النوع الثالث في الحقيقه اللي هتقابلوه هو شخص غريب عن الايمان، مش مسيحي. قد يكون عنده دين اخر او لا ديني. لا ديني يعني ايه؟ على فكره منتشرين دلوقتي، موجودين. يقول لك انا مؤمن بربنا بس من غير دين. مين من ربنا؟ على فطرتي. ما قابلتوش الناس دي قبل كده؟ موجودين. والفرحه بقى اللي بتعم ارجاء النفس، عملت كرازه للشخص ده؟ لا يا ابونا، سبته لدماغه. طب هو سالك جاوبته؟ لا يا ابونا في الحقيقه. هو عايز يقتنع لو عايز، مش عايز يقتنع خلاص. الشخص الرابع هو شخص عايز يشككك مش من اجل حاجه لكن من اجل يزعزعك. انا عندي محاضره من شويه مع خدام، كنت بقول لهم ايه؟ زمان لما كان يجي لي ولد في اعدادي او في ثانوي يقول لي يا ابونا في حد في المدرسه بيسالني عن المسيح واحنا بنؤمن بلاهوت المسيح ازاي والكلام ده كله، كنا بنقعد نقول ايه؟ كنت بقعد اقول له بص هتقول كذا ومش هتقول كذا، او تقول له احنا في المدرسه دورنا ندرس بس. دلوقتي الرد ده لو انا جاوبته غلط ما ترد عليه تقول له ايه؟ اسال جوجل، اسال اليوتيوب. مش انت عايز تعرف؟ افتح اليوتيوب هتلاقي عشرات ومئات الفيديوهات اللي بتتكلم عن ايماننا. هنلاقيش حاجه سر يعني. طب ابونا واحد قابلته في الشغل وقال لي انا نفسي اقرا الكتاب المقدس قوي، ممكن تجيب لي نسخه؟ ابدا يا حبيبي، نزل الابلكيشن حالا دلوقتي وانت واقف، بقى نسخه عندك من الكتاب المقدس. من 10 سنين، من 5 سنين، ما كانتش دي الاجابات، صح؟ عشان كده لازم اسال سؤال، هل وجود البدع والتشكيكات والهرطقات في الكنيسه مفيد ام مضر؟ ايه رايكم؟ ياه، كل دي رافعين ايديكم؟ لا يا جماعه ننزل ايدينا، مش كده؟ واحده واحده، واحده واحده. هل الكنيسه استفادت من وجود بدع وهرطقات ظهرت؟ طب سؤال، ايه الفرق بين الراي الغلط والبدعه او الهرطقه؟ طب كويس، انتوا خدام؟ اتفضلي. ايوه كده بقى. ها قربتي قربتي، بس برافو عليكي، محاوله حلوه. اتفضل حضرتك اخر واحد. ايوه ايوه قربت قوي، قربت قوي. الكلام كله مش صح بس يعني برافو عليك انك حاولت، اشكرك. فيه هنا حد رفع ايده، اتفضل حضرتك، لابس نظاره ولابس قميص عاجبني جدا، اتفضل. يا بختك، ماشي قول. لا، قول الفرق بين الغلط وبين البدعه او الهرطقه. اوكي،
اجتهد يعني، اجتهد في الغلط يعني. قربته قربته. اتفضل اخر واحد، اتفضل حضرتك. لا، الفرق بين الهرطقه او البدعه والراي الغلط. حضرتك قربت اكتر. بص، انا وانا بقول عظه ممكن اقول في النص حاجه ما اخدش بالي منها، صح؟ ما خدتش بالي. فواحد يقول لي ابونا العظه الفلانيه في الدقيقه رقم كذا قدسك قلت 1 2 3، اقول له حبيبي انا قلت كده، انا اسف جدا انا ما قصدتش. شباب معلش انا امبارح في الاسبوع اللي فات قلت كذا كذا كذا، انا ما كنتش اقصد ده. غلط عادي، مش عيب يعني، صح؟ لكن واحد يقول لي ابونا انت قلت كذا 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 كذا، اقول له على فكره هو ده الصح، لازم بقى الكنيسه تصحى بقى، ده الصح. فانا بدات اعمل ايه؟ انشر الفكر الغلط كانه العقيده السليمه، ولما حد يجي يراجعني يقول له ايه؟ هو ده الصح. فدي الفرق بين البدع والغلط. فمش او ما تلاقي مثلا ابونا قال كلمه ما كانتش صح، لك ايه؟ ابونا هرتك. لا، ابونا انت لو رجعت وقال لك انا اخطيت ما كنتش اقصد، وماله؟ معلش. لكن اتمسك وعاند ونشر، لا يبقى انت كده ايه؟ مرتك. عشان كده عايز اتفق معاك اتفاق مهم جدا، انه من اهم فوائد البدع في الكنيسه، طبعا احنا مش ما نفسناش البدع تحصل في الكنيسه يعني، من اهم الفوائد اللي الكنيسه جنتها في الحقيقه، ان احنا عندنا ظهر ابطال للايمان. احنا ما كناش ممكن نعرف اثناسيوس غير لما جه اريوس، صح؟ ما كناش نعرف ابدا البابا ديوسكوروس غير لما حصلت هرطقة. كمان الهرطقات والبدع خلت الكنيسه تقول ايه؟ طب ازاي نرد؟ ما تيجي نتفق نرد ازاي؟ يلا نعمل رد 1 2 3 4، يلا نعمل مجمع والكنيسه كلها تقابل بعض، رؤساء الكنائس، الكنيسه السريانيه، الكنيسه القبطيه، الكنيسه الهنديه، الكنيسه الحبشيه، يلا نقابل بعض ونتكلم. فيعملوا ايه؟ يتفقوا على نقاط محدده في الرد. لما يجي لي يقول لي كذا اقول له كذا، لما يجي لي يقول له كذا اقول له كذا، والمرجع بتاعي كتاب مقدس والتقليد وهكذا. هقول لك على نقطة مهمة جدا ولو سمحت احفظها. مفيش تشكيك أو رأي بتتهاجم بيه المسيحية ومفيش رد عليه. كل الردود أو كل التشكيكات والأسئلة اتسألت وتم تفنيدها. كلها كلها. يقول لك بص، أبي أعظم مني، المسيح هو بيثبت إنه مش ربنا. تقول إيه ده؟ ده سؤال جديد. أبدًا، ده السؤال ده اتسأل من 1600 سنة. وجي القديس أثناسيوس عمل إيه؟ فنده. 1 2 3 4 5. فالشيطان يقول لك إيه؟ الجيل اللي عالف الرد ده مات. دلوقتي الأجيال موجودة أجيال جديدة. يلا نطرح السؤال تاني. بعد 20 30 سنة لك الجيل ده مات، يلا نطرح السؤال تاني. فعشان كده أي حد فيكم قاعد على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ويلاقي حد جديد طالع ويقول لك أسئلة محرجة للمسيحيين، قول له يا دي البتاع، هنقعد نكرر تاني الردود ردينا عليها قبل كده يا ابني. لدرجة تلاقوا في أسئلة ظهرت سنة 2000 ولا 2020 ولا 2030 الرد عليها إيه؟ فيديو للبابا شنودة سنة 1970. ايه ده؟ شي ده؟ ولو كان البابا اثناسيوس لحقنا نسجل له او كان في تسجيلات ساعتها كنا قال له ايه؟ خد يا حبيبي التويته دي كان كاتبها البابا اثناسيوس، خد يا بابا دي كاتبها البابا كرلس الكبير، كانت نزلها على الانستجرام ساعتها، صح؟ يعني اعتقد لو كان في الناس دي موجودين سوشيال ميديا ساعتها كانوا ايه؟ صح؟ صح؟ يبقى بدون زعل، وهتزعله لما يكون مش عارف ترد ومش عايز ترد، ده معناه ان حضرتك مش مذاكر. المصيبه اللي بتزعل ايه؟ نقول لواحد شاب يعني يجي يقول لك ايه؟ امبارح واحد كان كاتب على النت ايتين ويقول لك انظر ايات متناقضه داخل الكتاب المقدس، دم اتحرق جدا يا ابونا. ايوه عملت ايه؟ دم اتحرق. ايوه بت عملت ايه؟ دم اتحرق بصراحه. ايوه انجز بقى بعد الحرق عملت ايه؟ قريت الاجابه؟ لا، طفيت وقلت حاجه تحب دم
الناس دي ما يستاهلش الواحد يتفرج عليهم. سؤال ليك عزيزي المستمع والمتابع، حضرتك تعرف ترد؟ 90% بتكون الاجابه ايه؟ مكسل اعرف الرد. بس الفرحه اللي جايه، مكسل اعرف الرد. وبالتالي اكتر مشكله بتقابلنا دلوقتي معاكم كشباب ومع الناس، ان مش عدم وجود الرد، لا، الكسل ان انا اعرف الرد. قلت لك الحاجات دي ما تهمنيش. اوعى تثق في نفسك. بص، في سفر عندكم في كلام قبيح، ويخجل الاب ان يقراه في وجود ابنائه. احنا عندنا كده؟ يقول لك ايوه. بص، تا 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 تا، تقول ايه؟ نهار اسود، احنا عندنا الكلام ده؟ ده ابونا بصراحه قال كلام، بصراحه ابونا من غير زعل انا اقتنعت. طب انا ازعل ليه؟ اول حاجه سعادتك، انا بقول لك، هقول لكم على حاجه. حضرتك بتعرف تطبخي؟ بتعرف تطبخي؟ اكلك عك بصراحه، وحش قوي قوي. فتقول لي ايه اول حاجه لما اقول لك اكلك وحش؟ تقول لي ايه؟ دقت قبل كده اكلي؟ عرفت مين؟ انت قبل كده ابونا اصلا جيت عندنا؟ لا، بس قالوا لي. فهنا اول سؤال ايه؟ سعادتك ايها الشاب الجميل والشابة الفظيعة، حضرتك قبل كده قريت سفر نشيد؟ اسف يعني، اسف اسف اسف. بتكون الاجابة المعظم ايه؟ اسكت يا ابونا، ده احنا كل مرة نبدأ التكوين والخروج ونصطدم في اللوين فنرجع تاني تكوين وخروج. ما تعدي يعني، عدي، اعبر الينا واعنا، عدي. واحد قبل كده بقول له ايه؟ هنتكلم النهارده عن سفر الرؤيا. قال لي يا ابونا السفر ده من كتر انا بسمعه عليه بقيت خايف اقراه. تخيل بيقول ان في وحش يبقى 10 رؤوس هيطلع كل الناس. قلت له طب انت مش عيب عليك وانت عايش في الالفينات ومعتقد ان الكتاب المقدس بيتكلم ان في وحش فعلا هيظهر ونروح كل يوم ناكله برسيم يعني؟ ده تفكير المسيحيه لو كده مالهاش لازمه يا ابني. قال لي بصراحه ابونا من كتر ما انا خايف ما قريتش في الحقيقه. انا بقولها بصوره كوميديه لكن صوره توجع القلب، صح. هقول لك على، بمناسبه ان احنا فتحنا سفر نشيد، يعني الرد مش في الايه، الرد في التكنيك نفسه. بمعنى ايه؟ معنى ايه؟ لو انا بقول لك عايز اشتري فخده عجل، حد شايف ان انا قلت كلام وحش؟ فخده عجل في حاجه؟ في حاجه؟ لما اجي اقول ان اعضاء جسم الانسان ايد، رجل، فخذ، سره، ثدي، كولون كده، حد حاسس انه اتكسف ونزل تحت الديسك عشان انا قلت كلام عيب يا ابونا؟ حد شاف كده؟ اقول لكم على حاجه كويسه. وانا في اعدادي صيدله كان عندنا ماده اسمها تشريح، فقالوا لنا ايه الماده دي؟ ماده صعبه، انت هيجيب لك في الامتحان 20 جزء من جثث طبيعيه، جزء حقيقيه، ومحطوط فوق كل عضو علم صغير، فانت تقول مكان العلم ده في انهي عضو، رئه، كلى، اي حاجه يعني، انت وحظك يعني. لو هنا فيك خريج طب او كده فاهمين الكلام ده كويس، فضل خيرك هتخش. فقلنا احنا ايه المجزره اللي احنا فيها دي؟ طب نعمل ايه؟ قال لك ولا حاجه، في مكان، في سنتر معين في المكان الفلاني، مش هقول يعني عشان ما يبقاش اعلانات، هتروح هناك، هو عنده اوضه، كل اوضه فيها اعضاء للانسان، جثث يعني، فتخش تعرف. فدخلنا لقينا ايه؟ الراجل عنده شقه فيها اوض، الاوضه دي مكتوب عليها جزء صدر ومش عارف ايه، هنا فخذ وركبه، هنا اعضاء تناسليه، هنا مش عارف ايه كذا. احنا كده عملنا اباحه؟ حد شاف ان انا قلت اي حاجه قبيحه من اللي انا قلته؟ هو ده السفر النشيد. فهنا يا صديقي المشكلة كلها في حاجتين. واحد، في فرق ما بين ذكر الأعضاء بتاعة الإنسان وفكر الإيحاءات الغير نقية. هل أنت شفت في سفر النشيد أي إيحاءات غير نقية؟ مفيش. اتنين، لما تيجي تقرأ الكتاب المقدس اقراه زي ما أنا فسرته، زي ما أنا علمته، أنا الكنيسة. ما ينفعش تقراه من فكرك انت. تخيل كده لما اجي اقول لك
عايز اتكلم على الروج والميك اب. مين يفهم في الروج والميك اب؟ بنات. على فكره مهما كان الراجل بيفهم يعني، بس هي المجربه سعادتك، هي اللي بتدهن وشها كل يوم، مش يعني مش ذنبك حضرتك، صح؟ سعادتك بتدفع بس، صح؟ فهنا لما رحت سالت في الكتاب المقدس، سالت مين؟ بتوع الكتاب المقدس. فهنا سؤال، انت شفت قبل كده في تفسير من التفسيرات اللي كتبها الاباء المسيحيين بتقول ان هذا السفر بلس 18؟ شفتها دي؟ لا في الحقيقه. شفت قبل كده ان سفر النشيد ممنوع تدريسه في مدارس الاحد؟ شفتها دي؟ طب ما بتقولش ليه الكلام ده؟ بتقولش ليه الكلام ده؟ شفت لك الكتاب المقدس يقول لك هذه نسخه مخصصه للكبار لكن دي مخصصه للاطفال؟ في كده؟ ما بتقولش ليه الكلام ده؟ بتسكتوا ليه؟ ما بتقولش ليه الكلام ده؟ اللي يزعل ان احنا حتى ما بنكونش عارفين نقول الكلام ده لنفسنا. شباب، كم واحد فيكم قرا سفر نشيد؟ مش كتير. مش كتير. طب كم واحد فيكم قرا انتقادات سفر نشيد؟ يوه قرينا وسمعنا ابونا، بعد ما قلت سمعت، بعد ما دمك اتحرق عملت ايه؟ ولا حاجه. دم اتحرق وبعدين خلاص دم اتحرق. صح؟ واضحه؟ مين متضايق مني؟ طب كويس، اتفضل. من قدسك ها؟ بصدر معاك يا عم، قولي. لا الرد عموما. انا بقول لك مثال كاكزامبل. ليه؟ لا ثانية واحدة بس، ليه يا فندم؟ لا لا ثانية واحدة معلش، حضرتك قريت فين الكتاب أو التفسير اللي بيقول هذا الكتاب غير مخصص للأطفال؟ قريته فين ده؟ لا حضرتك قريت تفسير أبونا تدرس عقب مرة تمام، بيقول لك هذا الصفر غير مخصص للأطفال؟ لا يا حبيبي، أوعى. ليه بقى؟ هقول لك ليه. هقول لك ليه، برافو عليك. بص يا عزيزي بس افهم بس. أنت عارف الأسلوب ده لو أنا اتبعت في كتاب مقدس ده معناه بقول له إيه؟ عارف ده معناه بقول له إيه؟ حضرتك مش هيفهموا الكلام كده؟ أيوه. بس تقول له إيه بقى؟ بص هي دي الفكرة. هقول لك بس، بص. لما تيجي تدرس الطفل، الطفل قابل لكل شيء، المهم الاسلوب اللي بتطرح بيه الكلام. يعني هل انا ممكن افهم الطفل قانون الايمان؟ ايوه، بس على ايه؟ على قده. خالص على فكره، خالص 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 خالص. بصي انا مؤيد حضرتك في النقط بتقولها، بس عايز اوضح بس نقطه، واعتقد دي برضو قصد حضرتك. اتفضل حضرتك. أنا بقول إيه؟ كل الكتاب المقدس نافع للتعليم، صح؟ وبالتالي هنا أكيد لما أنا أجي أدرس الثالوث الابتدائي غير لثانوي غير لحضرتك، صح؟ لما أجي أدرس قانون الإيمان هل هاجي الطفل الابتدائي أفهمه بين الفرق ما بين الانبثاق والإرسال؟ إيه الانبثاق والإرسال ده؟ بس أنا عندي مشكلة كبيرة يا شباب. من كتر ما احنا خفنا نعلم ولادنا في صغرهم لما كبروا ما بقوش موجودين ما بقناش نعلمهم، ما مش موجود اصلا. من كام يوم كان عندنا مدرسه الكتاب المقدس في كنيستنا، كنت بعلمهم فنون الرد على التشكيكات في الكتاب المقدس. اعدادي يا ابونا؟ هم فهموا قد ايه؟ 20%. السنه الجايه 50%. سؤال بس يا جماعه، هل النهارده الشاب ولا الطفل ما بيقعدش يسمع الكلام ده على اليوتيوب؟ ما بيقعدش؟ يسمع. زمان كان اخرنا ايه؟ ولد قافل التلفزيون، مصدر المعرفه بتاعته ضاع. لكن دلوقتي تقدر تقول للطفل كده؟ تقدر تقوله كده؟ مفيش. فالشطاره هنا ايه؟ واتفق مع كلام اخونا، الاسلوب اللي بيتم التدريس بيه. اكيد لما اجي اتكلم ان جسم الانسان ما فيهوش حاجه عيب، اجي اتكلم في اعدادي ان احنا كلنا مقدسين في الرب وفي علاقه مقدسه بين الزوج وزوجته، لما اجي اتكلم مع سن الشباب اتكلم على فكره ايه؟ المشاعر وقد ايه ربنا بيتعامل مع النفس البشريه
كتعامل الزوج والزوجة، الحب فهم صح، لكن ما اقدرش اقول ان هذا السفر غير يعني معد لدراسته في السن كذا. نو، حفظوا اكبر قدر من الكتاب المقدس، ولما يسأل اتعلم ازاي ترد عليه. ايوه صح صح، وافلام رومانسيه. لا بصوا يا جماعه، بصوا افهموا، بس افهموا، علموا تعمدوا الافكار. طب انا اسالك سؤال، هل الطفل ممكن امنعه ان يتفرج على مشهد فيه بطل وبطله بيبوسوا بعض؟ تقدروا تمنعه؟ ده النهارده بيشوف، انا بقول لك ما اقدرش امنعه. النهارده في المشوره بنعلمهم ايه؟ كيف ترد على الاسئله الجنسيه لطفل ابتدائي. احنا زمان كان الحاجات دي ايه؟ عيب. لما تكبر يا حبيبي، طلعت لما تكبر دي عند الطفل معناها ان ده قله ادب. استني بس يا حبيبتي، استني واحده بس، استني واحده بس، استني بس، استني بس يا بنتي يا حبيبتي، استني بس يا ماما. طيب يا ماما اصبري اصبري بس. فانا مين اللي يروح يحاور ده؟ اه لا استني بس، استني بس، في 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 يا حبيبتي بس اصبري. طيب طيب، مين هو؟ لا لا لا، ما ينفعش ما ينفعش. طيب بصوا بصوا يا شباب، الهدف اللي انا بقوله ده ايه؟ الهدف يا شباب يا شباب، الهدف اللي انا بقوله ايه؟ لازم طريقة تفكيرنا وردودنا تختلف باختلاف الثقافة. خلاص يا حبيبتي من فضلك، خلاص يا حبيبتي، بس يا حبيبتي خلاص يا ماما. لازم طريقة تفكيرنا وردودنا تختلف دلوقتي عن من كام سنة فاتت. خلي بالكوا يا شباب، أنا بقول لك تحديات ما بتقابلكش بس مع الآخر، مع نفسك. يعني فكرة إيه؟ لو سمحتي، يعني فكرة ايه؟ لما اجي اتكلم في الكتاب المقدس اسأل اول، لو سمحتي يا حبيبتي بعد اذنك، بعد اذنك، لو سمحتي بعد اذنك، لازم توصل مرحلة اسمها ايه؟ اسمها انك تسأل نفسك سؤال الاول، هل قبل ما تهتم انك ترد، هل انت فاهم الاول اللي موجود عندك؟ يعني فكرة ايه؟ فكرة مثلا واحد يكلمك على الشفاعة يقول لك انا ما بأمنش بالشفاعة التوسلية، انا مين ربنا؟ وليه حد من البشر يخش بيني وبين ربنا؟ وان اخطأ واحد فانا شفيع عند الله الاب، ويكمل صح. فتقول له ايه؟ هو صح عندك حق، هو بيتكلم غلط. استنى بس، ايوه صح صح، ما هو بيتكلم غلط في الاول، بس مش بيتكلم كامل. يعني عارف بيعمل ايه؟ قال نص المعلومة ما تكملها. دي الآية حسب يوحنا الأولى 2 بتقول وإن أخطأ أحد، يبقى هنا بيتكلم على الشفاعة بتاعت الإيه؟ الكفارية اللي هي بتاعت الخطية. طب في شفاعة الحب، تقول له لا استنى بس، أصل في حتة هنا لازم تعرفها. المسيحية بتقول عن الموت موت الخطية، لكن اللي بينتقل بالجسد اسمه إيه؟ منتقل أو راقد. فتقول له ماري جرجس بالنسبة لي ما ماتش، اسمه إيه؟ أحياء غير منظورين، وأنا إيه؟ أحياء منظورين. فيبقى صلوا بعضكم من أجل بعض، يبقى أنا بصلي من أجل مرجرجس ومرجرجس بيصلي من أجلي، هي دي الشفاعة التوسلية، إحنا الاتنين بنصلي من أجل بعض. وتخش بعد كده بقى تشرح الشفاعة التوسلية زي ما أنت عايز. فده أنا عايز أقول عليه إيه؟ أنت هنا شرحت المفهوم، بس بأساليب إيه؟ قابلة للفهم. أرجع تاني لبعض الأمثلة اللي في حقيقة منها، عشان وقت الاجتماع النهاردة مش كبير وأنا جاي متأخر. يقول لك إيه؟ يقول لك تعال نشوف بعض الغوامض او بعض التشكيكات، ليه الناس بتتشكك في الكتاب المقدس. اتكلم النهارده علينا احنا كمسيحيين، احنا كشباب. اول حاجه، يفترض ان هناك ايات في الكتاب المقدس لا يمكن تفسيرها، وما لا يمكن تفسيره فهو غلط في الكتاب المقدس. فتيجي تقول له ايه؟ ايه رايك في انجيل يوحنا؟ يقول لك حلو قوي، بس في حاجات في الحقيقه صعبه. طيب فهمتها؟ لا.
اصلك يا ابونا السيف ده بحس ان انت لازم تكون درس دراسات لاهوتيه معينه. وبالتالي لما اجي اشككك في اي ايه في الكتاب المقدس في انجيل يوحنا، الرد بتاعك هيكون ايه؟ بصراحه ابونا السيف ده صعب وانا ما درستوش مش هدرسه. زي فكره سفر الرؤيه. تعرفين سفر الرؤيه ده ليه كم مدرسه تفسير؟ مدارس متعدده كتير جدا. يقول لك السفر ده قريت فيه عن الحصان الاحمر، يقول لك الحصان الاحمر ده قريت فيه. عارف الحصان الاحمر ده بيرمز لايه؟ للاستشهاد في المسيحيه. رائع جدا. قول لي بقى الاستشهاد في المسيحيه بدا امتى؟ يقول لك ده من ايام استفانوس. طب خلص؟ لا. يبقى السفر هنا بيرمز لايه؟ لاحداث كانت ومستمره وايه؟ وستظل. طيب سفر رؤيا بيقول يا ابونا ان النجوم والشمس هتقع، فاحنا مستنيين الشمس والنجوم تقع. قول له استنى بس، اول حاجه لازم تفهمها في سفر الرؤيا ادبيات التفسير في سفر الرؤيا انه سفر رمزي وليس سفر حرفي. ده الكلام اللي بقول لك عليه، انك لازم انت الاول كشاب تكون فاهم المفتاح ده محل سندوتشات. يبقى ما ينفعش تخش تقول له ايه لو سمحت ممكن الاقي عندك تيشرتات؟ ما ينفعش. اقول لكم مثل مهم قوي. احيانا واحد يقول لك في نظريه في ظاهره معينه اكتشفوها، وانا عايز اقول ان بما ان الكتاب المقدس ما فيهوش ذكر عن هذه النظريه او هذه الظاهره يبقى كتابك المقدس ده مش كتاب الهي. فهنا لازم انا افكر اول حاجه، الكتاب المقدس ده كتاب علم ولا كتاب روحي؟ كتاب روحي. الكتاب المقدس ده مكتوب بهدف ان انا اكتشف نظريات علميه ولا اوصل من خلاله السماء؟ فلو انت فهمت، طبعا الاجابات دي كلها انتوا حضراتكم عارفينها، بس انا بقول لك ازاي تفكر. وبالتالي لو انت فهمت ازاي المدخل الرئيسي اجاباتك هنا تختلف. لان احيانا بيكون الانسان ايه؟ مهتم انه يفند الايه. طب اقول لك مثال حلو. زمان في القرون الثلاثه والاربعه والخمسه والسته كان العلم بيقول ان الارض هي مركز الكون، وان الشمس والكواكب هي اللي بتلف حول الارض. لو انا قلت لك الكلام ده دلوقتي تقول علينا ايه؟ لا يا ابونا انت الكلام ده غلط. بعد كوبرنيكوس اللي اكتشف ان الشمس هي المركز للمجره دي والمجرات دي او للكون انا اسف، والكواكب والارض هم اللي بيلفوا حواليه، فبقى مركز الكون بالنسبه لنا لايه؟ الشمس. طب سؤال، هل الكتاب المقدس ذكر دي ولا ذكر دي؟ قال دي ولا دي؟ مش تفرق، انا مالي؟ وانا مالي؟ تقول لي كده، الكتاب المقدس ما قالش حاجه. زي واحد جه قبل كده بيقول لي ايه؟ ابونا جوزي بيشتغل، واحد تقول لي جوزي بيشتغل في هيئه جيولوجيه معينه. الكتاب المقدس قال ان عمر الانسان كذا الف سنه، بس هم اكتشفوا ان عمر الانسان مش بالعدد ده كله. يبقى ابونا صحابه في الشغل بيهاجموه. سؤال، هل الكتاب المقدس قال ان الانسان عاش كام الف سنه؟ قال كده؟ قال؟ ما قالش. النقطه الثانيه في الحقيقه، او المثل الثاني او الخطا الثاني، يفترض الشخص ان الكتاب المقدس مذنب حتى تثبت براءته. في ناس يهاجموك ويحطك تحت ضغط ويقول لك ايه؟ دافع، قول، لو ما قلتش مش تعمل. احد الناس اللي شغالين في اللاهوت الدفاعي يعني بيقول، سالني شاب من الشباب بيقول لي انا معصر جدا في المسيحيه لان فيها امور العقل ما يقبلهاش. فالراجل بيقول له طيب زي ايه؟ قال له بصراحة العقل ما يقولش ان يونان يتبلع في حوت ويطلع سليم. قال له طب انا هسألك سؤال، لو انا جاوبتك واثبتت لك ان ده مثبت تاريخا وعلما تقتنع بالمسيحية؟ قال له في الحقيقة لا. يبقى هنا مشكلته مش في يونان، مشكلته في ايه؟ في امور تانية. يبقى هنا انا اسف يعني اللي انا اقوله ده، عارفين مبدأ بص العصفورة؟ اللي هو بص العصفوره، اللي هو يشغلك في حاجه بس هو عايز حاجه تانية خالص. عشان كده يا شباب اول سؤال تساله لنفسك لما تتواجه بحد بيشكك في ايمانك او بيسالك عن ايمانك حتى لو سؤال بريء، اول سؤال ما تهتمش ازاي تجاوب، اهتم انك تسال نفسك سؤال، هل انا عارف الاجابه دي لنفسي؟ بالمناسبه مش كلنا مطلوب مننا نجاوب،
لكن مطلوب مننا ان احنا نعمل ايه؟ نتاكد هو انا فعلا عارف ولا مش عارف؟ لو مش عارف اسال. لكن الشيطان يعمل ايه؟ يقول لك بص، قبل كده واحد قال لك اثبت لي ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي وانت ما عرفتش تجاوب. اثبت لي ان لازم يكون في توبه واعتراف وانت ما عرفتش تجاوب. اثبت لي كذا، اثبت لي كذا. بما انك مش عارف تجاوب مفيش اجابه، يبقى منك غلط. هنا عملت ايه؟ انت راكمت السؤال ورا سؤال ورا سؤال لغايه ما تحول لايه؟ كابوس. اقول لكم حاجه بسيطه قوي، هاخد سؤال خالص. لما يجي لك مثلا واحد يقول لك ايه؟ بذمتك انت مؤمن ان ممكن واحد يتناول جسد حقيقي ودم حقيقي؟ ده ذكرى، دي حاجه رمزيه، دي حاجه، ده طعام روحي يا حبيبي. فتقول له لا، ده جسد حقيقي ودم حقيقي، المسيح بيقول ان الجسد دي ماكل حق ودم مشرب حق. يقول لك ايوه، المسيح بيتكلم، ايوه يعني حق معناها انه ليه تاثير حقيقي. تجاوبه ازاي؟ ببساطه جدا. هو حضرتك لما بيكون عندك انيميا، انيميا حديد، الدكتور بيكتب لك تمص سياخ حديد ولا بتاخد ابر حديد؟ ابر حديد. حضرتك بتاكل سبانخ وبتنجان وكبده، لما يكون عندك انيميا ازاي وانت عمرك ما شفت حتت حديد وبراده حديد جوه الاكل؟ تقول له باخد حديد بس في صوره غذائيه غير صوره الحديد اللي صح. انا كمان بقول لك ان احنا بنتناول جسد حقيقي ودم حقيقي تحت اعراض الخبز والخمر. كلمه تحت اعراض نفس فكره باخده في صوره غذائيه، مع فرق التشبيه. اذا كنت انت مؤمن بتاخد الحديد في صوره ابره وبتاخد الحديد في صوره اكل سبانخ وبتنجان، طب انت ليه مستبعد ان انا اقول لك ده جسد حقيقي ودم حقيقي بس لالا نصير اكل لحوم بشر؟ فالسر هنا فضل خبز وأبركة، لكن هو جسد حقيقي ودم حقيقي. فاهمين يا شباب الافكار ممكن تيجي ازاي؟ فاهمين يعني فكره ايه؟ واحد بيشككك في حاجه، هو بيقول لك انا فاهم الكتاب المقدس، بس هو فاهمه من حته وانت فاهمه من حته. الاعتراض الثالث والاخير، وهاخد يعني اسئله، بيقول ايه بقى؟ بيقول احنا احيانا بنخلط ما بين عصمه التفسير وعصمه النص. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه هقول لك عليها، الكتاب المقدس اللي مع ايدين حضرتك دي ترجمه ولا النص الاصلي؟ ترجمه صح؟ هل الترجمه معصومه من الغلط؟ معصومه؟ اي عمل بشري ممكن يبقى ايه؟ قابل للغلط. عادي جدا. عصمه الكتاب المقدس دي عصمه النص الاصلي. طالما في ترجمه يبقى في محتاجه تعديل وتنقيح، اي ترجمه بتخضع للتنقيح والتعديل. وبالتالي لازم تميز ان ده تفسير قاله احد الناس، التفسير ده مش مسطره. اقول لكم مثل، شفت قبل كده فيديو من الفيديوهات اليوتيوب اللي بيتكلم على فكره ابي اعظم مني؟ تعرفين الايه دي في سفر في انجيل يوحنا، ابي اعظم مني، المسيح كان بيقول كده حسب وضعه في الجسد. فنقول لك ايه؟ ويقول القديس اريوس في تفسيره لانجيل يوحنا المتشكك بيقول كده، وعند المسيحيين بس هما بيخفوا التفسير ده عن اعين العامه. ومعنى ذلك ان القديس اريوس بيقول ان المسيح ليس ازلي، فالمسيح ليس اله. بالمناسبه هو اريوس ما قالش المسيح ليس اله، هو قال اله بس مش ازلي، يعني كرامته اقل شويه من الاب، هو قال كده. طب سؤال، احنا بنقول كده؟ اريوس ده قديس؟ احنا اريوس ده حرمين ولا سامحين له؟ حرمين. فاقول له ايه؟ لا عندك حق، القديس اريوس قال كده، في حاجه اسمها القديس اريوس اصلا؟ فهمتوا يا شباب؟ طيب انا مش هكمل اسئله ومش هكمل في اللي انا بقوله غير لما اسمع الاول اسئله. اتفضل حبيبي. هو الان لو كان معلش كان في حد رفع ايده هنا الاول، اتفضل حضرتك. ايوه. كويس، اتفضل حضرتك. الخلق في سفر التكوين حقيقي 100%. هقول لك على حاجه الاباء السريين قالوها، بالمناسبه رساله الماجستير بتاعتي كانت في الحته دي، بس يعني رساله الماجستير بتاعتي كانت في كام عدد من الاصحاح الاولاني بس، شفت في الحته دي.
اتفضلي اه اتفضلي حضرتك. ايوه في مده عمر الانسان. اه اوكي اه تمام اوكي تمام. طيب اول حاجه يا شباب، اول حاجه هي بتقول طب الانساب اللي جت في انجيل متى هل بتنسب القضيه دي او بتخدم القضيه دي، وهل دي بتفيد ان انا احدد من خلالها عمر الانسان ولا لا؟ بصوا اول حاجه عايز اقول عليها ان ايام الخليقه ايام حقيقيه. السؤال بيتسال العكس، هل يوجد في الكتاب المقدس ما يثبت ان هي رمزيه؟ لا. لكن الاباء هنا بيقولوا بقى ايه؟ هقول لك انا الحته دي. بيقولوا في تفسيرين. اول حاجه قد تكون الخليقه اتخلقت كلها في لحظه واحده، بس ذكر وترتيب ايام الخليقه من اجل كذا امر، ان ربنا خلق الاول السماء والارض بس المكونات نفسها لسه ما اتفصلتش، فاتفصلت ايه؟ يوم بعد التاني بعد التالت، زي فكره ايه؟ ربنا خلق الشمس امتى؟ في اليوم الاول. خلق الماده بتاعتها نفسها. لكن هي تم تصنيع شكل الشمس في اليوم الكام؟ الرابع. عشان كده لما جه الكلام على الشمس قال لك ايه؟ فعمله. فعمله معنى كده الماده الخام نفسها اتعملت امتى؟ في اليوم الاول اللي هي النور. برافو عليك. اللي هي النور. وصل الحته دي؟ لكن هي ايام خلق حقيقيه؟ ايوه ايام خلق حقيقيه. طب انا هقول لك اهو تاني. بعد كده تنقل للنقطه الثانيه. هل هي ايام 24 ساعه؟ في وجهتين نظر. وجهه النظر الاولى بتقول ان الايام الاولى من السته ايام حقب زمنيه. يقعد يثبت ونظريات ويقول ويعمل. الكنيسه يا ابونا قالت ايه؟ وماله؟ لو طلع صح مش ضد الكتاب المقدس. يعني لو طلعت حقب زمنية كتاب مقدس دي نظرية. القديس باسيليوس وغريغوري سنيسي قالوا ايه؟ 24 ساعة وعندهم اثباتات. تفسير. احنا ككنيسة طلعت 24 ساعة طلعت حقب زمنية مش فارقة حاجة. طب ازاي بقى ابونا نفرقها وازاي نتماشى مع الجيولوجيا؟ دي محاضرة بقى كبيرة قوي وليها ابحاث ولسه في ناس شغالين على الكلام ده دلوقتي. هقول لكم ليه يا شباب. مش زمان كانوا يقولوا ان عمر الارض ملايين السنين؟ حاليا دلوقتي بدأوا يتراجعوا على الافكار دي. فاكرين زمان كانوا يقول لك الانسان كان جمجمته كبيره وجسمه ضخم وبتاع؟ طلع الكلام ده جزء من الدعايه. غلط. طلع مش غلط، مش صح. طب والمتحف اللي موجود في انجلترا؟ الكلام ده طلع شو. بصراحه يعني كانت سبوبه جابوا بيها فلوس، مش نافعه دلوقتي. هل الكتاب المقدس قال الانسان كان جمجمته كبيره بعد كده صغر؟ نظريات مالي تطلع زي ما تطلع. فكره انجيل متى في ذكر الانساب وانه يحدد عمر الخليق او عمر الانسان قد ايه بدون الدخول في التفاصيل وليه متى رتب ده، احنا عندنا كذا وجهه نظر. من ابونا ادم للمسيح كام سنه؟ في ناس حسب تقليد يهودي وتفسير يهودي بيقول لكم 4004 سنين من ابونا ادم للمسيح. في ناس تقول لك لا 10,000، في ناس تقول لك 5,500. كل راي ليه وجهته. سؤال، هل الكتاب المقدس ذكر كام سنه؟ نظريات انا مالي يطلع زي ما يطلع. طبعا زي حواس نفسه قال من كام سنه ان فكره حضاره الفراعنه 7,000 سنه، الكلام ده مش صح. الفراعنه لا يتعدوا 5,000 سنه قبل الميلاد، لا يتعدوا. ده فيديو اقروه اسمعوه. وزي حواس ده من العلماء اللي يعتد بيهم. لكن تاني بقول دي نظريات. كتاب مقدس بيقول ايه؟ في اراء بتقول. ما تقولش ايه؟ انا هثبت لك بقى الانسان كان عمره كام سنه؟ ما قالش كده. ما قالش كده. مش تفرق. مش بالظبط. برافو عليك. مش تفرق حاجه. زي فكره ايه؟ امتى ملائكه اتخلقوا؟ ايه رايكم؟ في رايين. في راي قال ان هم اتخلقوا في اليوم الاول. وقصه سقوط الشيطان دي حصلت قبل اليوم التاني. في راي تاني قال لك ايه؟ الكتاب المقدس اتكلم على الخليقه الماديه، لكن الملائكه اتخلقوا قبل الخليقه الماديه. مين الصح يا ابونا؟ الاثنين صح. طالما الراي لا يتعارض مع كتاب مقدس، وجهه نظر وجهه نظر. سؤال بقى، هل ده يتعارض مع خلاصنا في حاجه؟ اثر على خلاصنا في حاجه؟ وصل كده؟
نظريات، وقعنا تاني نظريات، دي اسمها ايه؟ نظريات. قال الكتاب المقدس ولا اتكلم على حقب ولا اتكلم على ايه؟ 24 ساعة، صح؟ وبالمناسبة القديسين نفسهم مفسرين مختلفين في النقطة دي، ومين اللي هو؟ أنا التفسير عندي مش معصوم يا جماعة. التفسير مش معصوم، مين المعصوم؟ النص الأصلي. سمحتوا انتوا كشباب لازم تكونوا فاهمين قوي الفروق بين الحتت دي، لان المشكك بيخش في الحتت دي. يقول لك ايه؟ وكما ذكر في الترجمه العربيه المشتركه تك 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 تك. قول لي ثانيه واحده، لما تيجي تتكلم عن النص اتكلم عن ايه؟ نص النص الاصلي اللي هي الترجمه العربيه المشتركه. واصله؟ اتفضل حضرتك. ماشي. يعني مكتوب وحي. ماشي. اتفضل. سنة واحدة. جريئة من وجهة نظر مين؟ لا مش وطفر. لا لا سنة واحدة. جريئة بالنسبة لوجهة النظر العربية ولا من وجهة نظر العالم؟ يا ابني لا العربية دي ثقافة، دي ثقافة العرب ان الحاجات دي بالنسبة له عيب. مشكلته هو يا عزيزي انا ما عنديش بطحة عشان اقول ليه ما كانش. كويس. مين اللي بيعبر؟ لا يا حبيبي لا. بصوا يا شباب، طب ليه اتحطينا في مزنق وقال لك ان هما ثلاث اقانيم؟ وانا مالي؟ الروح القدس اعلن كده وانا مالي؟ ربنا اعلن لنا عن ذاته انه ثلاث اقانيم وانا مالي؟ انا حاجه اسمها الاعلان الالهي. عزيزي خلي بالك، العقيده في المسيحيه مش منزله، مسلمه. الوحي في الكتاب المقدس مش منزل، تفاعلي. وبالتالي تفاعلي يعني ايه؟ الالفاظ دي ما فيهاش عيب. انت جيت بعد كام سنه شايف ان دي عيب؟ دي ثقافتك انت مش مشكلتي انا. برافو، صح. يعني انا بشرب مخدرات، اول ما حد يقول لي احنا عايزين نظبط دماغنا فهمتها ايه؟ جرعه. رغم ممكن يكون بيظبط دماغنا دي انا عايز اشرب قهوه. فاهم قصدي؟ فهنا اللي حصل ايه؟ ما ينفعش اقول ليه الوحي ما كتبش؟ لا يا حبيبي اظبط نفسك انت على الوحي مش العكس. هنا دي الفرق. حاجه السؤال الثاني، طالما كل العالم ما هاجمش السفر في الحته دي والوحيدين اللي هاجموه الثقافه العربيه، يبقى المشكله هنا فين؟ الثقافه العربيه. بمعنى ايه يا صديقي؟ الجسد بالنسبه لنا عيب ولا مش عيب؟ مش عيب. الاعضاء الجنسيه قال لك والاعضاء دي اللي ذكرها قبيح عند البعض، ده بولس الرسول، عندنا ليها كرامه اعظم. يا عزيزي هل في حد بيعلم في العالم كله ان الاعضاء التناسليه في الانسان هي اعضاء الاشتراك مع الله في خلقه انسان جديد غير المسيحيه؟ تيجي تقول ايه؟ انتوا شباب يعني. يقول لك ايه؟ طب ليه يعني ما يبقاش التزاوج والخلفه ان ربنا يخلق طفل صغير الاثنين متجوزين وخلاص؟ ليه يعني يحصل السيكشوال انتركورس؟ يعني ليه يحصل ده؟ عارف انت المثل بتاع الغالي يجيب الغالي؟ انت رحت عند اشتغلت مع باباك، فباباك قال لك ايه؟ بص احنا هنعمل الشغلانه دي وفي الاخر نكتب عليها من تحت ايه؟ الواد فلان هو اللي عملها. في الاخر مين اللي عملها اصلا في الاول؟ ابويا اللي عملها، بس هو نسبها لابنه ليه؟ يرفع في ابنه. فالله جعل الجنس تفاعلي بيشترك فيه الانسان، لان اغلى كائن عند ربنا هو مين؟ هو الانسان. فخلى انسان غالي يشترك في خلقه انسان غالي زيه. دي ثقافه الجنس عندنا. لكن الاخر يبص على الاعضاء الجنسيه دي ايه؟ عيب. طب اذا كان عيب ربنا بيخلقه ليه؟ امتى يكون عيب؟ لما يكونش في روح قدس. صح. احنا ما عندناش مشكلة مع المادة، احنا عندنا مشكلة مع ايه؟ طبيعة استخدام المادة. الجسد مش مشكلة، بس عندنا مشكلة مع خطية الجسد، في فرق. صح كده؟ السؤال التاني.
انت اسمك ايه؟ ايش يا دكتور؟ طب ايوه صحيح. ايوه حبيبي صح. صح. مش معصوم. صح. واحنا ما مش بننادي بعصمة حد. طيب ممكن ناخد يعني انا عايز اسقف لادوار على السؤال ده. ده سؤال محترم. بصوا بقى. احنا الاباء قالوا ايه في التفسير؟ اول حاجه نحن نفسر الكتاب المقدس حسب تفسير الكنيسه ليه، مش حسب تفسير الاب فلان ليه. يعني ايه؟ اول حاجه تقول لك ايه، القديس اثناسيوس قال ينفع؟ لا. الباب كلوس قال؟ لا. قولي الاباء قالوا ايه، اجتمعوا على ايه. بدليل ان احنا جينا في واحد زي جيروم قلنا لا عنده اخطاء، يعني مش قديس. قلنا سيب حكايه القداسه دلوقتي، هو عالم في الحقيقه لكن هو عنده بعض الحاجات. اسف، القديس اوريجينوس، انا اسف، العلامه اوريجينوس، سمعنا انا اسف بتكلم على اوريجينوس. فالعلامه اوريجينوس وقع في اخطاء، دي اخطاء هو وصل لها. يعني ناخد منه ولا ما ناخدش منه؟ ناخد منه المتفق مع اباء الكنيسه كله. لكن في اراء تقول ايه، ده تعليم اوريجينوس، لكن احنا ككنيسه ما بنرتاحش للراي ده، لان احنا التفسير بتاعنا اللي يضمن لنا ده ان تكون التفسير ده الليتروجية علمته، التسبيحة علمته، القداس علمه، الاباء اجتمعوا عليه، احنا مرتاحين له جوه الكتاب المقدس. يعني بفسر ايه بايه تانية، في ايه تانية بتوجه، لكن دي وجهة نظر اوريجينوس بس. لا اوريجينوس ما اقدرش اخد منه الحتة دي. طب ايش ضمنك ان انا ما بشرحش حاجة غلط، ان انا ما فهمتهاش غلط؟ بالمناسبة الوحي يا حبايبي، هكمل المعنى اللي اخونا قاله. الوحي معناه عملية تفاعلية بين الروح القدس والانسان، ليه تأثير كمان اسمه تأثير الاستنارة على القارئ. يعني في واحد يمسك الآية يقراها يفهمها، في واحد ما يفهمهاش. ليه؟ حياته الروحية عاملة ازاي؟ طب انا عايز اطمن ابونا اللي فهمته صح، الكنيسة فسرته ازاي؟ طب الناس اللي جم فسروا فسروا ازاي؟ اول شرط من شروط تفسير الكتاب المقدس ان يكون الشخص مشهود له بالقداسة. ما يجيش اقول لك ايه تفسير يهوذا الاسخريوطي، مش هينفع صدق، مش هينفع. تفسير القديس اريوس اللي زمان كنت بتكلم من شويه، ينفع؟ هتقبله ده؟ قولي لا، ده سيرته ما فيهاش قداسة. ثلاثة، القاعدة بتقول نحن نفسر ونقرأ الكتاب المقدس كما قبلته وفهمته الكنيسة المستنيرة بالروح القدس. يعني الروح القدس هو اللي قاد الآباء، وجم جيل بعد جيل أيد الرأي ده وفسره أكتر، فكده ارتحت إن هو إيه؟ ده الرأي العام. وصلت؟ طيب آخد رأي تاني؟ آخد سؤال تاني؟ آخد سؤال؟ اتفضلي. أيوه. مش هنعرف نجاوب. صح. صح. سؤال رائع. احنا واحنا صغيرين كنا بنسال الخدام على اسئله لما بيسالونا زمايلنا الغير مسيحيين في المدرسه، فكان الرد على الخدام ايه؟ ما تجاوبش، لانك مش هتقدر تقدر تجاوب كل حاجه، وعلى فكره والاخر مش فاهم كل حاجه. صح. لكن انا قلت لك النهارده جزء من الاجابه. اول حاجه اعمل ايه؟ اسال جوجل. لو انت وقفت لغايه انا بغلط، لانك لازم الاول تسال المخدوم انت تعرف تجاوب. لو قال لك اه قول له طب انت بتقول ازاي؟ ليه؟ اطمن بس الاول ان ابني مقتنع بايمانه. احنا المصيبه بنعمل ايه؟ لو انا سكت
وما قلتلوش. الولد ممكن بكره لما يكبر يقعد طول عمره صامت، لما يجي حد يلعب له في العقيده ما هو لانه مش عارف بيعمل ايه، بيتبنى الافكار مش عارف. قول له يعني مش انتوا بتقولوا باسم الاب والابن الروح القدس؟ دول ثلاثة اهو بالعقل. طب واله واحد امين دي ايه؟ والايات اللي بتتكلم ان الهنا اله واحد دي ايه؟ ما انت ما قلتلوش يا مستر، ما قلتلوش. طب ليه اسرار الكنيسه فيها ماده زي الزيت والميه؟ ليه مش حاجه روحيه؟ ما انت ما قلتلوش ازاي يجاوب يا مستر، ما قلتلوش. فاسال جوجل، دي مرحله من المراحل الاولى في الاجابه. الاجابه الثانيه تقول له ايه؟ طب حبيبي قول لي ايه رايك، تعرف تجاوب عليه؟ هقول لك الرد يكون ازاي، وانا اوزن هل اللي قدامي ده ولد يعرف يجاوب في حدود اللياقه ولا لا. ابتدائي غير اعدادي غير ثانوي، ما انا مش مطلوب مني ابقى منبطح طول الوقت، لكن احنا بنخاف من ايه؟ من عدم حكمه اولادنا ومن عدم حكمه الطرف الاخر. ما انا مش عارف الطرف الاخر ده بيعمل ازاي، صح؟ فخدوا اسال جوجل، دي الاجابه العامه. ممكن تتفصل طبقا لثقافه الخادم وطبقا لقدرته في تبسيط المعلومه وطبقا لعقليه المخدوم، صح؟ ما انا برضه مش عايز افتح صدري قوي ويقول الولد ايه، بص بقى تا 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 تا. الولد يروح يخش في مشكله، لان على فكره الاخر مش دايما بيسال عشان يعرف، الاخر بيسال عشان ايه؟ يستفزك، يجاوب اي حاجه، صح؟ يتكاتر عليك اي حاجه. الاخر ده اي حد يعني، مش شرط يكون اللي حواليا، ما لناش دعوه بيه. طيب اخر سؤال كمان، اخر سؤال هنا، اتفضل حضرتك. لابس اسود. جدالات ايه معلش؟ وما حصلش نتيجه، صح؟ بتنفع لبعض الشخصيات وبعض المجتمعات، صح؟ لو فكره ايه؟ اسال سؤال بسؤال. طب لو انا جاوبتك فرق ايه؟ طب ما تخلينا مع بعض احسن اخوات، ده مش مجال ديني، انا مش متخصص في ديني ولا انت متخصص في دينك. بعض الثقافات وبعض الشخصيات بينفع مع الرد ده، لكن ما اجي اتكلم مع خريج اول حاجه لازم اسال، اتفضل حضرتك، اول حاجه لازم اسالها لك، حضرتك تعرف الاجابه لنفسك؟ يا شباب احنا عندنا كارثه اسمها ايه؟ ما بجاوبش لاني ما اعرفش. طب حضرتك عرفت؟ لا. سعيد انك تعرف؟ ابدا. فالمصيبة هنا ايه؟ انك ما جاوبتش وما عرفتش وما ساعدتش المعرفة، فبتكون الاجابة ايه؟ كلكيع من المعلومات المغلوطة جوايا. لو جالي واحد في نقطة ضعف عندي او في لحظة انا مش مركز فيها ممكن يشككك في ايمانك، ممكن الشيطان اصلا يقول لك بص بقى، ما انت ما عرفتش تجاوب على كذا وكذا 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 وكذا، يبدو يا ابني انت ماشي غلط، صح؟ انا يهمني النهاردة قلت لك ان اول حد انا عايزه مين؟ انت، صح؟ لكن اول واحد انا عايز النهارده مين؟ انت. انا ما يهمنيش الاخر النهارده، انا يهمني انت مقتنع بتعرف ترد. لو مقتنع بتعرف ترد 90% المشكله خلصت، لكن مش مقتنع فعشان كده ما ردتش فسكت، دي مشكله، صح كده؟ اوكي طيب اتفضل حضرتك. انا اعرفك، صح؟ اعرفك، شكلك معروف بالنسبه لي، ماشي هجيبك، اتفضل. يس يس. لا، كلمة معصوم من الخطأ مش معناها ان بتنادي بهرطقات، لا لا خالص، الأقصد ان في اختلافات ايه؟ يعني مثلا يقول لك في البدء كان الكلمة، لا التنقيح بتاعها ايه؟ في الأصل كان الكلمة، والمفروض ما اكتبش الكلمة أصلا، لأن الكلمة دي في العربي قد تكون الكلمة المكتوبة، كنت المفروض أكتب لوجوس، بس أنا مش لاقي كلمة ترجمها من اليوناني للعربي، مش لاقي، فلازم هترجمها بكلمات. فالمقصود بيها العصمة هنا مش المقصود بيها إن أنا معايا ترجمة الفان دايك اللي معايا دي ترجمة شرك في الحقيقة، لا خالص خالص، بالعكس هتوصل الخلاص بدليل إيه؟ أنا حضرتك وأبويا وجدي والكنيسة غنت بالترجمة دي ووصلت الناس للسماء. حتى اللي يدرس فيكم مخطوطات يقول لك الفرق بين المخطوطة التقليدية والنقدية لا يتجاوز بوينت مش عارف كام في المية.
لكن ما شفناش مخطوطه بتقول لك ان احنا عندنا ثلاث اقانيم والثانيه تقول لك في الحقيقه عندنا اربعه، ما فيش الكلام ده. فالاسس الجوهريه في الايمان ما فيش اختلافات عليها. وانت حتى لو جيت قريت ترجمه فيها كلام فذ او يعني كلام فظ انا اسف، او مثلا حاجه بتقول لك المسيح مش هو ربنا، انت مش تقبلها. صح؟ هتلاقي نفسك انت حتى مش مرتاح. صح؟ اشكركم، كان نفسي اكمل وكان نفسي اكمل المحاضره كلها بس للاسف انا جيت متاخر، والمحاضره دي قايمه في الاساس على الاسئله. مش لازم اكون جاوبتك 100%، لكن على الاقل فتحت لك اجابات ممكن تدور. انت بقى تروح تعمل ايه؟ اسال ايه؟ اسال جوجل. اسال جوجل. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يحافظ عليكم، وربنا المجد دايما بدايه الابد.